خرجنا هنا للتنديد بالمجازر التي تجري لإخواننا في غزة في ظل الصمت الدولي مع هذا الكيان الغاصب الذي انتهك كل الحرمات ويعني اقتحم كل المواثيق ورمى بها بعرض الحائط لنرى منه مذابح ومجازر تندأ لها الجبين. نحن نخرج كل يوم جمعة إلى هذه الساحة ساحة الحرية للتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني ضد أبناء غزة، ونحن كعرب هذا واجبنا. نقول لإخواننا وأحبائنا في غزة نشد على أيديكم، فأنتم مصدر قوتنا وعزتنا.